الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم من تفجرت من فضله علوم الأولين والآخرين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، الله لا يخلف الميعاد. وقد وصلنا في شرح المقدمات السنوسية إلى المقدمة السادسة، وهي مقدمة الممكنات. قال رضي الله تعالى عنه في الشرح: ولما فرغ من مقدمات الموجودات أو من مقدمة الموجودات شرع في مقدمات الممكنات، فقال: والممكنات، الأول نقرأ ما في المتن: والممكنات المتقابلة ستة، أو المتقابلات: الوجود والعدم والمقادير والصفات والأزمنة والأمكنة والجهات. هذه هي الممكنات الستة. نعدها: الوجود والعدم واحد، المقادير اثنان، الصفات ثلاث، الأزمنة أربعة، الأمكنة خمسة، الجهات ستة. عرفت العدد؟ ولذلك هذه نظمها بعضهم في نظم عندما قال: الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم الصفات، أزمنة أمكنة جهات، كذا المقادير روى الثقات. فهذه كم؟ ستة. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله: ولما فرغ من مقدمة الموجودات شرع في مقدمة الممكنات. إذا أردت أن تحفظها فاحفظ البيت أو البيتين: الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم الصفات، أزمنة أمكنة جهات، كذا المقادير روى الثقات. خلاص، هي كم؟ ستة. والممكنات مراده بالممكنات الجائزات. يعني الممكن يعني الجائز، يعني ما يجوز أو ما يصح في العقل وجوده وعدمه. فهذا الذي يجوز أو يصح في العقل وجوده وعدمه يسمى ممكنا. وجميع طبعا الممكنات لا تنحصر، يعني مثلا لو قلت لك: هذا الكأس بهذا الطول أو بهذا الشكل، هل يمكن، أشوف كده، يمكن أن يكون هناك في العمق أعمق؟ ممكن. كذلك إذا سئلت نفس السؤال: هل يمكن أن يكون في الطول أزيد قليلا؟ نعم. طب أزيد بكم؟ بعشرين سنتيمتر. نعم. بثلاثين، بواحد وثلاثين، بخمسين، بواحد وخمسين، وهكذا. فالممكنات لا يمكن أن تقف عند حد، سواء في طولها أو عرضها أو صفاتها أو مقاديرها أو أحجامها. فما من ممكن إلا ويجوز العقل ممكنا غيره إلى لا نهاية.
مثلا أقول لك إيه، كما مثلوا به مثلا الله تعالى خلق الإنسان وله إيه يدان ورجلان وأنف واحدة ولسان وشفتان، ألا يمكن أن يخلقه بشفة واحدة؟ نعم، بلسانين، نعم، بأربعة، بخمسة، بأقل، يزيد في الخلق ما يشاء. هل يمكن أن يجعله برجل واحدة أو بستة أرجل أو بخمسين أو بمئة ألف؟ ليس هناك شيء في الإمكان تعجز عنه الإيه القدرة فيما يسمى إيه ممكنا. خلاص، يعني يمكن أن يوجد الله تعالى عالما أحسن من هذا؟ يمكن. طيب، إذا خلق العالم الأحسن فهل يمكن أن يخلق أحسن من الأحسن؟ نعم، أحسن من الأحسن من الأحسن، نعم، أحسن من الأحسن من الأحسن من الأحسن، نعم، وهكذا. يبقى إذن ممكنات دي لا تنحصر جزئياتها ولكنها محصورة في كلياتها، فالستة هذه ليست الجزئيات. وذلك لما نجد في الستة يقول لك أول حاجة وجودنا والعدم، الوجود والعدم هذا كلي، كل موجود وكل ما معدوم يدخل تحت هذا الايه الممكن، وجود الصحة، وجود المرض، وجود الإنسان، وجود الجمل، وجود البقر، وجود الغنم، وجود الإنس، وجود وجودنا، وجودنا يعني وجود أي موجود وعدم أي معدوم، فهو جاب الايه، فهي غير ايه غير محصورة، فكيف جعلها في ستة؟ فنقول الحصر هنا حصر في الكليات وليس في، لأن كل ممكن يقابله ممكن تحته من الجزئيات ما لا ينحصر. المتقابلات أي المتنافرات التي يقبل الجرم كل واحد منها قبولا مساويا لقبول منافره. يبقى معنى المتقابل يعني زي متضاد أو متنافر، يعني الموت تقابله أو تقابله الحياة فهما متنافران، الصحة يقابلها المرض، القدرة يقابلها الايه العجز. ولهذا ايه معنى متقابل يعني ها يعني متضاد يعني متنافر. خلاص، بمعنى متقابلات يعني مختلفات اختلاف يصل إلى التنافر، يعني إلى عدم الاجتماع. نعم. المتقابلات أي المتنافرات التي يقبل الجرم كل واحد منها قبولا مساويا لقبول منافره. هي معنى يقبل الجرم كل واحد منها قبولا مساويا لقبول منافره، يعني كما أنه يقبل الوجود يقبل العدم فهذا مساوي لهذا، كما أن جسم الإنسان يقبل الصحة يقبل المرض وهكذا. ستة يؤخذ من عده الممكنات أنها محصورات فيما ذكر. يعني لما هو عدها، ومش عدها فقط، صرح بأنها ستة. خلاص، يؤخذ من هذا أنها محصورة ستة، يعني لا تكون سبعة ولا تكون ثمانية أو خمسة مثلا، هي محصورة في ستة. يؤخذ من عده الممكنات أنها محصورة فيما ذكر، مع أن المعرفة والنكرة والمبتدأ والخبر والفاعل والمفعول ونحو ذلك داخلة في الممكنات. يعني يقول لك، هو بيقول الممكنات المتقابلات وبعدين قال ستة، فيؤخذ من كلامه أن إيه أنها محصورة،
مع أن في هناك أشياء لا تدخل في الستة مثل المعرفة والنكرة، أليست المعرفة مقابلة للنكرة؟ يبقى هي إيه؟ من الممكنات، وهي أيضا متنافرة معها. نكرة يعني ليس إيه؟ ليس معرفة، ومعرفة يعني ليس إيه؟ نكرة. وبعدين والمبتدأ والخبر أيضا متنافران، وإذا كان مبتدأ لا يكون خبرا والعكس، والمفعول يعني المفعول متنافر مع الفاعل، فاعل أو إيه؟ مفعول، ضارب أو مضروب، قاتل أو مقتول، ونحو ذلك داخلة في الممكنات. طيب فكيف ترد على هذا الإيراد أو على هذا الاستدراك؟ سميه استدراك، هو كأنه الشارح استدرك على صاحب المتن، على الشيخ السنوسي، يقول له يا شيخنا يا شيخنا الفاضل، في عندنا متقابلات أخرى، نكرة معرفة مبتدأ خبر فاعل ومفعول، مش كده؟ فعل مضارع وفعل ايه؟ ماضي، مش كده؟ وهكذا. وبقول ونحو ذلك، هل هذه داخلة في الممكنات او لا؟ داخلة. اذا لم تعدها في الستة، فالجواب يقول لك لا انا عددتها، لكن انت مش واخد بالك، لأنها داخلة في الصفات، يعني في قسم الصفات، لأنه قال الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم الصفات، فكون نكرة أو معرفة أو مبتدأ أو خبر أو فعل هذا يوصف بهذا، يعني يوصف هذا نكرة هذا، فإذا دخل هذا في الصفات. فهل الحصر أو الاستقراء ده هل تام ولا ناقص؟ تام، لا يخرج شيء. هات أي حاجة، يعني مثلا لو أنت قلت لي مثلا الصغير والكبير، الصغير مقابل الكبير، مش كده؟ وإيه تاني مثلا؟ والطويل والقصير، صغير او ثقيل ايه وخفيف، هذه متقابلات تدخل فين دي؟ تدخل في المقادير. واضح؟ يلا. وعطف هذه المقدمة على الموجودات لما بينهما من الاشتراك، فيشتركان في الاجرام واعراضها، وتنفرد الموجودات بذات الحق سبحانه، وتنفرد الممكنات بالجائز المعدوم. يعني في اشتراك بينهما، يعني في عموم وخصوص، وجهي ولا مطلق؟ وجهي. ليه؟ لأنهما يشتركان يعني الممكنات والموجودات في الأجرام وأعراض الأجرام، فالأجرام من الممكنات وأعراضها من الممكنات، إذن فالأجرام والأعراض ممكنات وموجودات، لكن تنفرد الموجودات بذات الحق سبحانه وتعالى، فذات الحق موجودة وليست ممكنة، وتنفرد الممكنات بالجائز المعدوم، فالجائز المعدوم ممكن وليس بموجود. واضح كده؟ ولما ذكر أن الممكنات ستة أشار إلى تفصيلها فقال، أين حياة التفصيل؟ الوجود والعدم. يبقى الوجود والعدم لما تيجي تعد، ما تعدش الوجود والعدم اثنين، واحد، وإلا هتبقى سبعة. الوجود والعدم واحد، خلاص؟ إنما والصفات واحد، والأزمنة واحد، وإيه تاني؟ والأمكنة واحد، والجهات واحد، يبقى كده كام؟ ستة. ده يبقى ما ينفعش أصلا
يعد للوجود والعدم اثنين، هما ايه؟ واحد مش اثنين، بمعنى انه الوجود يقابله العدم والعدم يقابله الايه؟ الوجود. خلاص؟ لانه لو عد الايه؟ الوجود واحد والعدم اثنين، ايه اللي هيحصل؟ نعم؟ ما انت في الصفات، ايه اللي بيقابله؟ صفة دون صفة، يعني هذه صفته مثلا ايه؟ ابيض، هذا اسود، هذا صفات كثيرة، وكل صفة تقابل الصفة، والمقادير كثيرة، كل مقدار يقابل غيره من المقادير، هو زيادة عنه أو أنقص منه. طب والأزمنة، يعني مثلا الزمان الماضي، زمان المستقبل، زمان سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، يعني في أزمنة كل زمان يقابله زمان. والجهات، كل جهة، جهة الفوق تقابلها جهة الإيه؟ تحت. يبقى إذن ما المشكلة لو أنه عدهما إيه؟ اثنين مش واحد، هو واحد مش كده؟ ها؟ مين؟ رح يجاوب ياخد 1000 جنيه. وأنا مش هجاوب إلا زدتوني 10,000. من جاء بالحسنة فله 10 أمثال. الوجود والعدم هما بالنسبة إلى العالم سواء، وإليه ذهب كثير من المحققين. هما بالنسبة إلى العالم سواء، يعني إلى العالم وجوده يساوي عدمه، فيقابله وجود العدم، العالم يقابله عدمه، وهما سواء. وإليه ذهب كثير من المحققين، يعني الكثير ذهبوا إلى أن الوجود بالنسبة للعالم يساويه العدم، يعني الوجود عليه جائز كما أن العدم عليه جائز، فهما بالنسبة للعالم سواء. لكن ذهب آخرون، وأنا مع الآخرين دول، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، ذهبوا إلى إيه؟ إلى أن العدم به أولى. صحيح هما سواء، يعني في ناحية أو من ناحية الجواز هذا جائز وهذا إيه؟ لكن أيهما أولى؟ صحيح هما الاثنان جائزان على العالم، لكن من الأولى؟ ليه؟ لأصالته فيه، فأصله ليس الوجود، وإنما أصله الإيه؟ العدم، مش كده؟ وعدم افتقاره إلى سبب، يعني العدم هو الأصل. طب لماذا لا نقول الوجود هو الأصل؟ لأن الوجود مفتقر إلى سبب، كون العالم يوجد بعد عدم هذا مفتقر إلى سبب، إنما إذا لم يكن هناك سبب يظل على عدمه. يبقى إذن العدم هو الأصل، لأنه أصل لا يفتقر إلى إيه؟ إلى سبب. أما الوجود فهو طارئ، طرأ عليه، لأن الذي سبق وجود العالم هو إيه؟ هو عدمه. إذن فهذا هو الأصل، فهو سابق على الوجود، ثم بعد ذلك غير مفتقر إلى سبب. واضح؟ لكن بعض الصوفية يقول لك لا، يرى العكس، أن الوجود هو الأصل. بس دي طبعا ايه؟ نظرة تانية مختلفة. يقول لك لتعلق علم الله بوجوده، والعالم ليس عدما محضا، وانما هو موجود في العلم، وطالما هو موجود في العلم يبقى الاصل فيه هو الوجود.
يبقى وجوده أقوى إيه من عدمه، لأن الذي وجد في علم الله أنه إيه موجود أو سيوجد، وليس إيه عدما تاما. وهذا ما قاله الشيخ الأكبر ابن عربي عندما قال: من أطلق القول بحدوث العالم فهو مخطئ، ومن أطلق القول بقدم العالم فهو مخطئ. يعني عاوز يقول العالم حادث في الوجود الخارجي وقديم في العلم، أريد أن يقول إيه هذا. وذهب آخرون إلى أن العدم به أولى لأصالته فيه وعدم افتقاره إلى سبب، وأيما كان، يعني ده الأولى الثاني الأولى الاثنين زي بعض أيما كان. كلام الإمام ابن العربي الإمام الأكبر هذا، لأن العالم هذا متعلقات العلم، هذا متعلقات، يعني ليس هو ممكنا أيضا، ليس قريبا. نعم، يعني كلام الإمام ابن العربي يقول يعني في علم الله العالم هذا قريب. أي نعم، هو قديم بقدم العلم لأنه معلوم، ولم يتجدد شيء في العلم، يعني لم يكن في علم الله عدما ثم وجد، إلا لكان العلم مسبوقا بجهل، فالعالم ما زال موجودا في العلم، إنما لم يوجد في الوجود العيني، الوجود اللي هو الخارجي، هو موجود في العلم. ولذلك الصوفية لا يستعملون مصطلحات المتكلمين، لا يقولون الحدوث وإنما يقولون الظهور، يعني العالم كان موجود كان مخفي ثم أظهره الله كده، ليس متعلقا، بس ليس لا يقصدون ذات العالم وإنما يقصدون إيه الوجود العلمي. فالوجود له مراتب، يعني في الوجود في الكتابة، يعني مثلا أقول لك أين النار، تقول لي هنا كلمة قلنا يا نار، فهنا لها وجود في الكتابة، ولما أقول نار لها وجود في اللفظ، ففي وجود في اللفظ وجود في الكتابة وفي وجود في الذهن. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك، ما هذا الشيء اللي هو مقدر في الذهن، وفي وجود في الخارج اللي هو الوجود الحقيقي اللي هو الوجود في الأعيان. إذن فكلمة الوجود لها مراتب، فلما أقول النار موجودة في الكتابة ليس معنى هذا أنها موجودة في الخارج، وإلا لو كانت النار موجودة في الخارج أو لها وجود حقيقي لاحترقت الورقة، أو لاحترق فم من قال نار. إذن فهذا وجود لفظي، وجود في الكتابة، واضح، وليس وجود فين زي الشيك بتاع المبلغ 10,000 موجودة في الشيك، لكن مش وجود حقيقي. المال هتروح تسحبه من البنك أو من الخزينة، فالوجود له إيه له مراتب. وذهب آخرون إلى مرتبة الوجود اللي هي في العلم هذا قديم، أنه لا يمكن أن نقول بحدوث شيء في العلم، وإلا معنى كده أن العلم حدث فيه وجود العالم، لا، هو قديم بقدم العلم ولكنه حادث. وهم لا يقولون بالحدوث، حتى ابن عربي عبارته دقيق، يقول من أطلق القول بحدوث العالم، يعني هو حادث بس ليس على الإطلاق، ليس من كل جهة، حادث من جهة الوجود الخارجي لا من جهة العلم، وقديم من جهة العلم لا من جهة الوجود الخارجي. واضح ولا لسه؟ وذهب آخرون إلى أن العدم به أولى لأصالته فيه وعدم افتقاره إلى سبب، وأيا ما كان فالترجيح بلا مرجح محال،
لأنه إذا استحال ترتيب أحد المتساويين على الآخر فاستحالة ترجيح المرجوح أحرى وأولى. يعني على فرض أننا قلنا عدم العالم ووجوده سواء، يبقى في هذه الحالة على افتراض حيكون ترجيح أحد المتساويين على الآخر محال، فما بالكم إذا قلنا إن وجوده مرجوح وعدمه أرجح لأنه هو الأصل، يبقى هذا من باب أولى، لأن في هذه الحالة لا نرجح المساوي وإنما نرجح المرجوح. وإذا كان المساوي يحتاج إلى سبب، فغير المساوي اللي هو الأضعف أو المرجوح هذا من باب أولى. وهو العدم؟ لا، المرجوح هو الوجود، العدم هو الأصل. يعني الأول افترضنا أنهما متساويان، مفهومش أصل ولا مفهومش، فكون يرجح أحدهما وهما متساويان محال، لابد أن يكون هناك مرجح. طب إذا قلنا إنه العدم هو الأصل والوجود طارئ، يبقى أيهما أرجح؟ الراجح هو العدم والمرجوح هو الوجود. فإذا رجحنا المرجوح، يعني إذا كان المساوي يحتاج إلى سبب، فالمرجوح من باب أولى. هل فهمت أو لا؟ طبعا لا. إذن مولانا الكلام أصح، يعني ذهب الآخرون. نعم، كل شيء صح، يعني ما في خطأ، هذا صح وهذا صح. الأصح يعني باعتبار الجواز فهما سواء، يجوز عليه الوجود أو لا، العالم يجوز الوجود ولا لا، ويجوز العدم أو لا، فهما سواء من جهة الجواز، وليسوا سواء من جهة أن أحدهما أصل والآخر طارئ. وإذا قلبنا المسألة فنقول لا، ده الأصل هو الوجود لتعلق العلم به، والعدم ده أمر اعتباري حتى لا نقول طارئ، لأن الذي طرأ هو الوجود. أما كيف نقول في العدم إذا كان الأصل هو الوجود؟ إذن فالعدم اعتباري، يعني هو الأصل الوجود، لكن على اعتبار أو على افتراض أن العلم لم يتعلق به فيكون عدما. واضح؟ يلا. فإن قلت لما قدم الوجود على غيره، فالجواب بأن الوجود هو الأصل، لأنه يعني هو ليه ما قالش العدم والمقادير يعني لماذا بدأ بالوجود؟ أنه هو الأصل باعتبار الوجود تبين ما عداه، لأنه باعتبار الوجود تبين ما عداه، زي بالضبط في مسألة الصفات الإلهية، أول ما نبدأ أول صفة الوجود الصفة النفسية، وبعدين نقول القدم والبقاء، فقدمنا الوجود على كل شيء. ليه؟ لأنه من غير الوجود لا يتصف بصفة أخرى. يعني أول الوجود ده مترتب عليه غيره، يعني المقادير والصفاء كل هذا من غير وجود معنى؟ فالجواب لأن الوجود هو الأصل، لأنه باعتبار الوجود تبين ما عداه، ثم عطف عليه ما يقابله الأول فالأول باعتبار ما يقابل ابتداء، والله أعلم. نعم، يعني جاب ما يقابله المقادير الصفات الأزمنة، يعني بحسب ما ظهر له، يعني هو بيفكر وبيرتب، ظهر له المقادير قبل الصفات قبل الأزمنة، بس فقط لازم يبدأ بليه بالوجود، وبعد كده يرتب زي ما بحسب ما ظهر له. فإذا تبين هذا تعين لك إذن على سبيل القطع واليقين الضروري
بعد هذا التأمل افتقار كل جرم إلى مخصص فاعل يخصصه بالوجود أو العدم على ما سبق. أي موجود وأي جرم يبقى إذن لا بد من مخصص يخصه بالوجود أو العدم. يعني في أجرام لم توجد بعد لكن يمكن أن توجد. لماذا لم توجد؟ لأنها خصت بالعدم دون الوجود. يعني مثلا لو وجد جبل من زئبق من بحر من زئبق أو جبل من ذهب لكان إيه هذا الجبل من ذهب أو البحر من زئبق لكان ممكنا. إذن فلماذا لم يوجد؟ لأنه لم يخص بالوجود. الفاعل المختار خص الجبل اللي هو من حجر بالوجود والجبل اللي هو من ذهب بالعدم وخص البحر اللي هو ماء وملوحة وتجري فيه السفن بالوجود والبحر اللي من زئبق خلاه عدم غير موجود لكنه يمكن أن يوجد كما أن الجبل من حجر كان يمكن أن يظل على عدمه. يبقى إذن لابد أن يفتقر كل جرم إلى إيه مخصص فاعل يخصه بأحد المتقابلين على الإيه على الآخر أو بالنسبة للإيه الوجود والعدم. فأي جرم أو أي موجود حادث لابد من مخصص يخصصه بأحد المتقابلين على مقابله يعني بالعدم على الوجود أو بالوجود على العدم. والمقادير والمقادير أي ويخصصه أيضا بالمقدار المخصوص يعني مثلا مقدار مخصوص. لماذا مثلا جعل هذا الكوب على هذا المقدار؟ لأنهم يعلمون أن الإنسان يكفيه هذا القدر من الماء ولو كان الذي يشرب فيل مثلا لجعل إيه الكوب مثل هذه أو أكبر. يبقى إذن لماذا خص بها؟ لأنه يناسب الإنسان. أما لو مثلا كان الفيل يريد أن يشرب أو الجمل هل تقدم له الماء في هذا يلتهمك أو يفترسك؟ لابد أن تأتي بما يناسب للجمل هذا. والطفل مثلا إذا أردت أن تعطيه الماء تعطيه في كوب صغير كذا أو في الغطاء بتاع تحط له أو العصفور. إنما تأتي بمقادير مختلفة في الأكواب والآنية ليه؟ يبقى إذن ما من مقدار إلا وكان يمكن أن توجد الشيء على مقدار غيره. المقادير دي زي إيه الطول والقصر والتوسط بينهما بدلا من سائر المقادير التي يقبلها الجرم جميعا على السواء. لأن الجرم ده الزجاج يقبل أي مقدار. لو كان عندك إمكانية تجعل هذا الكوب كالجبل هو يقبل ما يمنع أو تجعله صغيرا أو أكبر أو أوسع يقبل. نعم. والصفات أي ويخصصه أيضا بصفات معينة من حركة أو ضدها. الصفات زي الحركات السكنات البياض أو ضده السواد أو علم أو ضده ضد العلم الجهل إلى غير ذلك من أي صفة علم جهل بياض سواد ونحوها. والأزمنة والأزمنة أي ويخصصه أيضا بالوجود في زمن معين بدلا عن مقابله من زمن متقدم أو متأخر. يعني مثلا إحنا وجدنا الآن في هذا الزمن الأغبر أو زمن النكد أو زمن التجسيم والتشبيه أو النفاق
في أهل خير إن شاء الله، لكن لو قارنا الزمن بتاعنا ده مثلا بزمن سابق هنجدهم أولياء، ولو قابلناهم الأولياء دول بزمن أسبق منهم مثلا بعشر قرون هنجدهم شياطين اللي هم الأولياء وهكذا. فما الحكمة في وجودنا في زمن، أو ما هو السر دون زمن قبله أو بعده؟ يعني كان ممكن أنت لا تختار أن توجد في الزمن الأول زي زمن نوح سيدنا إبراهيم، زمن مثلا قوم لوط كان ضربت معهم بالحجارة، أو زمن يعني أصحاب الفيل كان أرسل عليك طيرا إيه أبابيل. فأنت تختار زمن متأخر، يعني مثلا تريد أن توجد قبل قيام الساعة مثلا، لكن أنت لست مخصصا لوجودك في زمن دون غيره، فلا اختيار لك في إيه في وجودك في زمن دون زمن. يبقى أنت لابد أن توجد في الزمن المخصص لك، لن توجد قبله ولا بعده. والأمكنة أي ويخصصه أيضا بمكان مخصوص بدلا عن سائر ما يقابله من الأمكنة. يعني مثلا ربنا خلقك في جبل، في وادي، في سهل، في مثلا الصين، في الهند، في الصومال، في الشيشان، يخصك إيه؟ حتى من غير ما تخلق من هذه البلاد. يعني الآن أنت في مكان وغيرك في مكان آخر، أو أنت انتقلت منه وغيرك انتقل إليه، فمن الذي خص هذا بهذا المكان دون غيره؟ هو الفاعل إيه؟ المختار. زي ما خصك بالزمان، زي ما خصك مثل ما خصك بالمكان خصك بإيه؟ زي ما خصك بزمان معين لا توجد قبل ولا بعد، كذلك توجد في مكان معين لا توجد في غيره، ويمكن أن توجد في غيره، كما أنه من الممكن أن كنت توجد في زمن قبل هذا كزمن سيدنا موسى مثلا. نعم. من يعني فكرة الغرب بالنسبة لفكرة الرجوع إلى زمن الماضي، هل هذا من الممكنات أو المستحيلات؟ لا، ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود. لا يقدر على إعادة الزمن إلا الله. الزمن خلاص، لأنه حتى بيقول لك هذا من المتنافرات، لو أن الزمن، حتى بعضهم قال لا تتعلق به القدرة، لو أن الزمن بتاع سيدنا نوح مثلا رجع الآن في هذا الزمن لاجتمع الماضي مع الحاضر وهما متنافيان، فيكون كلاهما حاضر، أين الماضي؟ فذا إعادة الزمن من المحالات. وقيل إن القدرة تتعلق بإعادة الزمن بمعنى إعادة الأشياء التي كانت فيه، يعني يعيد لك كما موضوع التسجيلات أو الفيديو، مجلس زي هذا سجل ثم تعيده في زمن آخر يلزم عليه اجتماع الأزمنة، واجتماع الأزمنة محال لأن الزمن عرض سيال غير قار، يعني لا يمكن أن تثبته أبدا. يعني مثلا الآن هو اللحظة التي تنطق بها هي الآن، بمجرد النطق صارت ماضي، وصار الذي بعدها الحاضر ثم المستقبل، فلا يمكن تثبيته، غير قار يعني لا يستقر، سيال زي النهر الجاري لا يمكن توقيفه. ده حقيقة الزمن، عرض غير سيال غير قار.
ما يقرش. راجل يا سيدي، ما اثبت المعجزه النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعاد الشمس لسيدنا علي؟ نعم، اعاد الشمس يعني لسيدنا علي، يعني حينما ترك سيدنا علي صلاه العصر، هذا بمعنى اعاده الزمن؟ لا، يعني مثلا جاء غربت الشمس مش كده؟ وزمن العصر انتهى، فبيقول ان سيدنا علي لما غابت الشمس حزن، فكان من المعجزات الثابته، بس طبعا للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لسيدنا علي، ان الله تعالى او النبي صلى الله عليه وسلم دعا فرد الله الشمس، يعني رجعت الشمس ثاني، فاصبح لسه الايه؟ العصر موجود، وقت المغرب لسه الشمس ظهرت. يفترض احنا في رمضان و جاء او اقترب الاذان، باقي نصف دقيقه ثم ظهرت الشمس، ماذا نصنع في التمر؟ نرميه خلاص، ما لا يجوز الاكل. قال ما رايت الشمس ولو حتى ظلت 20 سنه، تظل على ايه؟ صيامك زي الاحرام حتى تغرب الشمس، انت تراها. مره كنا في مطار ابو ظبي او مطار دبي، وكان وقت حار والصوم صعب، فآثرنا الصيام ومعنا التمر وركبنا الطائرة قبل الغروب بإيه؟ بربع ساعة، يعني لو أنها ظلت في المطار ربع ساعة لأظلمت الدنيا وسمعنا الأذان وأكلنا، ولكن الطائرة أقلعت وهي متجهة إلى الغرب عكس ليه؟ الشمس. فبعد ربع ساعة على أساس نفطر، فنظرنا في الشبابيك رأينا الشمس تضرب، نحن متجهين ناحية الشمس، فماذا يريد أن يصنع المشايخ؟ يقول اغلقوا الشبابيك خلاص ما رأينا. ناس حرام عليكم، اتقوا يوما ترجعون، رأيتم الشمس بأعينكم، ما يصنع غلق الشباك؟ هل معناه يعني يأتي بالليل؟ ليه يعني النهار موجود؟ فموضوع أنت بتسأل عن إيه؟ موضوع سيدنا علي. إيه الذي حدث في حقيقة الأمر؟ مش رد الزمن، يعني جاء وقت المغرب فأظهر الله تعالى الشمس في الليل، وهذا هو على فيصلي العصر، ده في حق سيدنا علي، لما في حق غيره هل رد الزمن؟ لا، ده في حقه هو فقط، يعني ما خلاص لا تزعل، الله على كل شيء قدير. أبرز الشمس مرة أخرى فصلى سيدنا علي، بس أبرزها فين؟ في غير وقتها، وإلا لا تكون معجزة. خلاص العصر انتهى، حدأت الشمس في العشاء فيصلي العصر، وغيره يصلي العشاء، هذه في حقه هو، وإلا لو كان كده كل اللي ما صلاش العصر هيصلي في وقته، فلا تكون ليه لسيدنا علي وحده، تبقى فرصة للكل للجميع. فهمت؟ يعني ممكن ربنا يظهر الشمس الآن في الليل ولا غير ممكن؟ ممكن، لكن هل معنى هذا أنه رجع الزمن؟ لا. الزمن هذا يعني زمن ثاني يعني؟ هذا زمن آخر، يعني أظهر الله الشمس في زمن آخر. العصر هذا عصر غير قبل هذا يعني. فده عصر ثاني مخصوص له، أما العصر انتهى يعني. انتهى بغروب الشمس. يعني لو واحد فينا مثلا لم يصلي العصر مثلا وغربت الشمس ثم أشرقت مرة أخرى وأراد أن يصلي العصر، هل صلاه في وقته؟ لا، ده كل ما في الأمر أنه ضاع عليه وقت المغرب ووقت العشاء والصبح، وأصبح لا يجب عليه لا صلاة المغرب، لأنه خلاص شرط الصلاة دخول الوقت ولم يدخل الوقت. أنتم طبعا تريدون مثل هذه المعجزات حتى لا تصلون. والجهاد
أيوة يخصصه أيضا بجهة مخصوصة من يمين أو شمال أو مغرب أو مشرق بدلا عن مقابله من سائر الجهات. تبقى الأزمنة والأمكنة والجهات، يعني يخصصه بجهة دون إيه؟ دون جهة. أنت في اليمين وهذا في الشمال وهذا فوق وهذا تحت، هذا جنوب وهذا شمال وهذا شرق وهذا غرب. سبحان الله، قلت بلاد المشرق وبلاد المغرب، رب المشرقين ورب المغربين وما بينهم. وبهذا يتضح لك أن العالم من عرشه إلى فرشه حديث مفتقر إلى الله تعالى افتقارا ضروريا. لماذا بهذا يتضح؟ خلاص، لأنه له إيه؟ له فاعل مخصص خصه بأحد هذه المتقابلات التي حصرت وجمعت في ستة. وبهذا يتضح لك أن العالم من عرشه إلى فرشه حادث مفتقر إلى الله تعالى افتقارا ضروريا لازما يشهد بوجوب حدوثه ووجوب افتقاره إلى الله تعالى. اختصاصه، يعني اختصاص ليه العالم، اختصاصه بالوجود بدلا من الايه، بدلا عن العدم الذي ايه يقابله. ومقداره المخصوص، والله تعالى خلق العالم مقدار مخصوص، يعني من كميات وهيئات واجرام. ووصفه المخصوص، له صفات مخصوصة. وزمنه المخصوص، وجهته المخصوصة، وكذا مكان أجرامه المخصوص. يعني يعلم الله النجوم في السماء، الكواكب، الجبال في الأرض، إلى آخره. فكل جرم من أجرام العالم ينادي نظيره. يعني إيه نظيره؟ اللي هو إيه؟ الجرم الآخر بلسان الحال الذي هو أفصح وأصدق من لسان المقال. في حاجة اسمها إيه؟ لسان الحال، لا ينطق ولا يتكلم، ولكن حاله أفصح من مقاله. كما ترى إنسانا يصرخ أو يبكي أو يستغيث، فتقول له ما لك؟ حاله يدل على أن به كرب أو به، هذا أفصح من المقال. أو ترى إنسانا واقفا بثياب رثة ويمد يده ولم يقل لأحد أعطني شيئا، لسان الحال أفصح، فمباشرة تذهب وتعطيه. فيقال لك يا أخي هل طلب منك؟ هل قال لك أعطني؟ فتقول لسان الحال هو الذي قال، وليس لسان الايه؟ المقال. نعم. فكل جرم من اجرام العالم ينادي نظيره بلسان الحال الذي هو افصح واصدق من لسان المقال. يعني ترى رجلا يتوضا ويذهب الى المسجد، فتعلم بحاله وهيئته ووضوئه واتجاهه الى المسجد انه يريد ايه؟ الصلاه. هذا أفصح من لو قال لك سأتوضأ وأصلي في المسجد. أيهما أفصح؟ أنت ترى الوضوء وترى الذهاب، هذا أفصح. نعم. ترى الطالب في لجنة الامتحان ماسك القلم والورقة فارغة، فلسان حاله أنه لا يعرف الإجابة. هل يعني لا بد أن يقول لك لا أعرف من غير لفظ ومن غير مقال من حاله؟ يبقى معناه إيه؟ بليد، غير مجتهد. أما ترى طالب آخر ينهي الورقة والقلم ويريد قلما ورقة أخرى ويكتب بنهم وبعلم، فتعرف أنه مجتهد. فالحال أفصح من الإيه؟ من المقال. بل الحال
الحال يصدق ما فيهوش كذب، أما المقال يكذب، قد يكذب في مقاله، إنما حاله هل في واحد يعني إلا إذا كان في إنسان عاد مدرب تدريب عالي يصطنع البكاء والتمثيل ممكن، بس أهل البصيرة لا يخفى عليهم ذلك. كل ما وقع عليه بصرك أو جال فيه فكرك من أحوال ليس مقابله بأولى من العدم منه، يعني كل جرم يقول لنظيره كل ما وقع عليه بصرك أو جال فيه فكرك من أحوال ليس مقابله بأولى من العدم منه، يعني لو وقع بصرك أو جال فكرك في رجل من الأثرياء أو الأغنياء فلسان حاله يقول لك هذا الذي أنا فيه من ثراء أو نعمة ليس عدمه بأولى منه، ولولا الفاعل المخصص لوجوده فيما شاء من الأزمان على ما شاء من المقادير والصفات لكان يجب أن يبقى على ما كان عليه من العدم أبد الآباد، لولا إيه المرجح. وأنا أضرب لك مثال، لو أنك جئت بميزان جديد، ميزان جيد له إيه كفتان، وتجد الكفتان طالما الميزان سليم تجد الكفتين متساويتين لا ترجح إيه كفة على الأخرى، ولو تركته أبد الأبد لا يمكن أن ترجح واحدة إلا به بمرجح أي بمثقل، فهكذا شأن العالم، لو ترك أبد الأبد لا يرجح الوجود على العدم إلا بمرجح. فإن قلت هل العالم في مكان أو في جهة، ما الفرق بين المكان والجهة؟ الفقير كاتب في الأسفل الفرق بين الجهة والمكان، قال العلامة الأمير، قال العلامة الأمير في حاشيتي على شرح الجوهرة: مكان الشيء ينسب له ويحل فيه. شوف مكان شوف كده، هذا مكانه وحل فيه، حل يعني نزل أقام فيه الحلول المكث، ده المكان يبقى ينسب له شيء، فتقول مكان الكوب هنا والكوب حل فيه، إذا مكان الشيء ينسب إيه له ويحل فيه، وجهته تنسب له ولا يحل فيها، الجهة تنسب له ولا يحل فيها. فأقول لك إيه شرق الكوب أو غربه أو فوقه أو تحته، فالفوقية بالنسبة له إيه جهة، هل هو حال فيها؟ لا، ده هو في الأسفل. إذن فمكان الشيء ينسب له ويحل، أما الجهة تنسب له ولا يحل فيها. كأمامه، يعني أقول لك مثلا أمامي هذه جهة، لكن أنا ده أمامي فنسب إلي أمامي أو أمام الشيء ولكن لا أحل فيها، أو خلفي نسب إلي ولا أحل فيه. ومكان الشيء برضو فرق آخر، مكان الشيء جزء من جهة غيره، شفت كده، هذا مكان الكوب، ده انت هذا بالنسبة لك الأمان، فهو مكانه جزء من جهة غيره، فهذه الجهة أمام لك فهو جزء منها، هذا المكان جزء من الجهة الأمامية لك، إذا مكان الشيء جزء من جهة غيره، وبينهما من حيث الصدق عموم وخصوص وجهي يجتمعان في الفراغ الذي أنت
فيه الفراغ اللي انت جلست فيه ده مكان لك اللي انت فيه ده. وجهة تحتية للسماء، يعني هو مكان لك وهو جهة تحتية بالنسبة ليه؟ للسماء. وتنفرد الجهة في الفراغ الذي بعد العالم بأسره إذا صح، أي إن هناك فراغا وإلا فهو عدم محض، فإنه جهة من جهات العالم لا محالة، وليس مكانا لشيء إذ ليس فيه شيء. وينفرد المكان في الفراغ الذي حل فيه العالم كله، فإنه مكان له وليس جهة لشيء، إذ ليس ثم متحيز غير هيئة العالم المجتمعة فينسب إليها. ده كلام دقيق جدا، يعني عاوز عقول زي سقراط كده عشان يفهم هذا الكلام، وهو سهل مش صعب. يعني شوف يقول لك المكان والجهة، إيه الفرق بينهما؟ في الأول كان سهل، قال لك مكان الشيء ينسب له ويحل فيه، أما جهته ينسب ولا يحل فيه، هذا سهل. لكن الكلام الثاني بيقول لك إيه؟ مكان الشيء جزء من جهة غيره، دي سهلة مش كده؟ سهلة للصعبة؟ يعني شوف مكاني أنا جزء من جهة، يعني أنت أنا أمامك، هذا المكان جزء من الجهة الأمامية لك، لأن لا أخذ الجهة كلها، الجهة كلها أمامك إلى ما شاء الله، فأنا أخذت جزء من هذه الجهة ولم أخذ الجهة كلها. واضح ولا مش واضح؟ ثم الفرق الدقيق اللي هو وبينهما عموم وخصوص وجهي. يعني ايه عموم وخصوص وجهي؟ يعني يمكن ان يتحد فيكون هو مكان وهو جهة، وينفرد فيكون جهة وليس مكان، او مكان وليس جهة. خلاص كده؟ كيف ذلك؟ يعني متى يجتمعان؟ الفراغ اللي انت فيه ده مكان وجهة. او الشيخ محمد نزرور، الفراغ اللي هو جالس فيه ده الجزء الذي تحيز فيه مكان له وجهة تحتية للسقف، يعني هو الآن تحت السقف مش كده، والسقف فوقه، فيصبح هذا المكان اللي هو جالس فيه مكان وجهة. احنا الآن عاوزين مكان من غير جهة، وعاوزين جهة من غير مكان، هذه اللي صعبة شوية. عاوزين جهة ليس فيها مكان، وعاوزين مكان ليس فيه جهة. فشوف العلماء جابوها، ما قالوش ما فيش ما فيش. فبيقول لك وتنفرد الجهة في الفراغ الذي بعد العالم بأسره، يعني لما العالم كله ينتهي من عرشه إلى فرشه، خلاص ما فيش حاجة تاني، في فراغ. هذا الفراغ احنا بنقول عليه فراغ موهوم. لو صح انه في فراغ خارج العالم، يبقى هذا جهة وليس مكان، هو فراغ ما في شيء، يبقى هذا جهة للعالم وليس مكانا، لأنه لو كان مكان لحل فيه المكان يحل فيه، يبقى إذن الفراغ اللي هو خارج العالم جهة وليس مكان، بس ده على افتراض أن هناك فراغا. وفي الحقيقة يقول لك لا، خارج العالم ده عدم محض، إنما الفراغ ده قال لك ما فيش حاجة اسمه فراغ حقيقي، فراغ ده متوهم. خلاص كده؟ يعني فيش فراغ، يعني حيخلق ربنا فراغ، يعني يخلق عدم الخلق ده اعتباري. فعلى افتراض
أن الذي خارج العالم ده فراغ فاضي يعني؟ يقول لك لا، ما فيش حاجة اسمه فاضي. يعني احنا مثلا نروح خارج مصر نلقى صحراء، ده يعتبر ايه؟ مكان، بس مكان فارغ ممكن نبني فيه. انما خارج العالم هل يمكن نعمل فيه مساكن وجبال؟ عدم محض، مش فراغ بمعنى مكان فارغ، لا. فلو فرض تقدير، يعني امر تقديري، ان الذي خارج العالم فراغ فيكون جهه وليس ايه؟ مكانا. طب فين المكان اللي هو مفهوش جهه؟ المكان الذي ليس فيه جهه، احنا قلنا ايه؟ في فراغ خارج العالم وفي فراغ جوه العالم اللي هو حل فيه العالم، والعالم حل فيه في فراغ. فالفراغ الذي حل فيه العالم كله هذا مكان وليس جهة. نعم، اللي هو الهيئة المجتمعة، الهيئة المجتمعة من العالم، فيكون ايه؟ مكانا وليس جهة لإيه؟ لشيء. إذ ليس ثم متحيز غير هيئة العالم المجتمعة. يعني ما فيش حاجة متحيزة غير هيئة العالم حتى تنسب إلى هذا الفراغ فيكون جهة. يعني لا يوجد شيء غير العالم إلا إذا يعني جرينا أو اتبعنا مذهب السلفية وجعلنا لله جهة، فيكون الله تعالى العالم أمامه أو تحته، زي ما بيقولوا مثلا لو اتبعنا أهواءهم فنقول إنه إيه؟ هيئة العالم المجتمع مكان وجهة. جهة لمين؟ حتبقى جهة لله، لأنه لا يوجد سوى العالم إلا الله. فالعالم هو إيه؟ ما سوى الله. إذا ما هو الذي سوى العالم؟ هو الله. يبقى العالم كل ما سوى الله. طب والله ما سوى العالم، يعني غير العالم ما فيش حاجة إلا الله. الله إيه؟ العالم إيه تعريف العالم؟ كل ما سوى الله. إذن الله هو إيه؟ ما سوى العالم. بس ما نقولش كل عشان لا يكون هناك أفراد له. فهمت يا شيخ خيري؟ الفراغ الذي ذكرناه الآن مثلا يعتبر أعلى؟ الفراغ اللي فيه العالم كله باجتماعي، هذا مكان وليس جهة. إنه لا يوجد متحيز إلا إذا قال السلفية بأن الله متحيز، يعني مستقر على العرش، فيكون العالم يا فوق يا تحت، يا إما يمين يا إما شمال. وخلي الشيخ محمد، فهمت أنت؟ أيوه، هو يشرح حالك، هو أعلم به بلغتكم. يلا، هو عرفها فهمها. فالجواب، شوف كده، فإن قلت، السؤال ده مهم ده، يعني السؤال ده كله يعتبر مهم. يعني هل العالم في مكان أو في جهة؟ هنتكلم على العالم كله، مش الجبال، ولا ما هو كل شيء في جهة من غيره، إنما العالم بأجمعه هل هو في مكان أو في جهة؟ وإحنا شرحنا ولذلك بقول إيه؟ وبناء على ذلك يكون العالم في جهة إذا صح أن هناك فراغا خارج العالم، وإلا فالعالم ليس في جهة ولا مكان، إذ الأماكن والجهات في داخله. وهذا يرد أعظم رد على السلفية وعلى المجسم والمشبهة، أنهم يقولون إن الله تعالى في مكان، وهذا المكان فوق العرش، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فنقول لهم سؤال كده في ايه؟ تسلسل. الآن نحن فين؟ في هذا المبنى أو في هذا المكان. هذا مكان. أين يوجد هذا البيت؟ هنقول في ايه؟ في مدينة نصر. هذا هو الجواب. هل مدينة نصر كلها مكان ولا مش مكان؟ لا. نقول أين توجد مدينة نصر؟ فسوف يكون الجواب في القاهرة. طب القاهرة مكان ولا مش مكان؟
فنقول أين توجد القاهرة؟ فتقولون في مصر. ثم نوسع، أين توجد مصر؟ فتقولون في قارة أفريقيا أو في قارة آسيا. طب أين توجد قارة أفريقيا كلها؟ حتقولون في الأرض. طب أين توجد الأرض؟ حتقولون في السماء. هل الأرض في السماء أو السماء؟ أين توجد الأرض؟ فتقولون في العالم. آخر سؤال، أين يوجد العالم كله؟ لا في مكان، لأن الأماكن كلها في داخله، وخارج العالم لا يوجد. وإلا لو كان العالم في مكان لزم أن يكون العالم في عالم آخر، والعالم الآخر أوسع، فيكون العالم الثاني في جزء من العالم الأول لأنه في داخله، ثم يأتي السؤال على العالم الثاني الأكبر، وهكذا حتى تنتهي العوالم. فنقول أين يوجد العالم كله؟ فالجواب لا في مكان. فكيف يكون الإله الخالق في مكان مع أن العالم وهو مخلوق ليس في مكان؟ فإذا عقيدة السادة الأشاعرة هي أصح العقائد، وهي عليها مذهب الصوفية وأهل السنة والجماعة. وبعدين السؤال يقال كده، هم يقولون بقولكم إن الله تعالى ليس له مكان، كأنكم تعتقدون أنه يوجد في كل مكان. بعض العوام كده عندما تسأله عن الله فيقول لك في كل مكان. إذا أردنا أن الله في كل مكان بعلمه هذا صحيح، ألم ترى أن الله يعلم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمس إلا. أما إذا أردنا أن الذات تتحيز هذا غير صحيح، باطل، هذا هو مذهب المشبهة والمجسمة. إذن فمذهب الأشاعرة لا يقولون إن الله موجود في كل مكان، وإنما يقولون إن الله موجود لا في مكان. ليه؟ لأنه خالق المكان. فإذا سئلت لا تقول في كل مكان، لا، في كل مكان بعلمه واطلاعه وقدرته، نعم، فهو موجود لا في مكان، يعني ليس له مكان. فالزمان والمكان منتفيان عنه، لا يسأل عنه بأين، لأنه هو الذي خلق الأين، ولا بمتى، لأنه هو الذي خلق الوقت والزمان. فالجواب، فإن قلت هل العالم في مكان أو إيه أو في جهة، فالجواب العالم في جهة كالطير في الهواء لا في مكان. طبعا التحقيق إن العالم ليس في جهة ولا في إيه ها؟ إلا على اعتبار، هو هنا بيقول إيه؟ أثبت أن العالم في جهة ولكنه ليس في إيه؟ ليس في مكان. هل هذا الجواب صحيح عند التحقيق؟ لا، لا مكان ولا جهة. لماذا هو اختار أن العالم له جهة؟ بيقول باعتبار أن الفراغ اللي خارج العالم، العالم جهة لهذا الفراغ، فيكون العالم في جهة وليس في إيه؟ في جهة من ماذا؟ من هذا الإيه؟ الفراغ. ثم ضرب مثالا قال كالطير في الهواء. الطير في الهواء يعني زي كأنه العالم عبارة عن طير في الهواء. فهل هذا الطير اللي هو في الهواء في الفراغ، يعني كأنه بيشبه الايه الفراغ بالهواء، فالطير اللي هو في الهواء ليس في مكان، ما هو في الأماكن تحت في الأرض مثلا، هو في فين؟ في فين؟ لكنك تشير إليه فتقول الطير فوق، إذن هو في ايه؟ في جهة. فالعالم مثل الطير ولكن ليس في ايه؟ في مكان، وإنما عند التحقيق والتأمل لا مكان ولا أي جهة. لماذا قال جهة؟ لأنه اعتبر أن الفراغ اللي خارج العالم فراغ حقيقي، وإنما هو ليس
ليس فراغا حقيقيا وإنما هو عدم محض. ثم قال العالم في جهة كالطير في الهواء لا إيه؟ طيب ليه؟ لماذا يكون العالم ليس له مكان؟ قال لاستلزامه التسلسل. ايه معنى الاستلزام التسلسل؟ لو كان العالم حل مكان يعني العالم حل فيه، اذا فهذا الحيز الذي حل فيه العالم اين حل هو؟ حل في حيز اخر. طب واين حل الحيز الاخر؟ حل في حيز، فحيجرنا الى التسلسل، فيصبح العالم اذا قلنا له مكان فيصبح مكان العالم له مكان، ومكان مكان العالم له مكان، وهلم جرا حيستلزم ليه؟ التسلسل. اذا ما الذي يقطع؟ ايه اللي يقطع التسلسل؟ القول بايه؟ بنفي المكان للعالم هو اللي يقطع التسلسل، والا حيستلزم. وهكذا يقال بالنسبة للإله تعالى الله عما يقولون، لو كان له مكان حيصبح للمكان مكان، نفس الإيه. والذين يقولون وهم لا يفهمون ولا يعقلون أن الله تعالى له مكان، هذا القول يستلزم أحد أمرين: إما حدوث الإله، وإما قدم المكان، لا ثالث لهما، وأحلاهما مر وأحسنهما كفر. يعني إن قلت بحدوث الإله هذا كفر، وإن قلت بقدم المكان هذا شرك، هذا شرك هذا كفر. إذن فالشرك والكفر تهمتان يتهمون بها الناس وهم أولى بها، يجعلون لله شريك في القدم وهو المكان. فالجواب العالم في جهة كالطير في الهواء لا في مكان استلزامي التسلسل. وذلك لأن المكان هو استقرار، ها؟ جوهر عالم. على آخر، شوف المكان بص كده، ده جوهر. استقر على إيه؟ على الطاولة، والطاولة جوهر. والطاولة استقرت على الأرض، والأرض جوهر، يبقى المكان استقرار جوهر على آخر. لو استقر العالم في مكان لزم أن يكون ذلك المكان مستقرا على مكان آخر، وهلم جر إلى ما لا نهاية، ويلزم التسلسل وهو محال. فعرفه فإنه نفيس، قل من ينبه عليه، وقد نبهتكم عليه، والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كده انتهت له المقدمة السادسة، وهي مقدمة عقلية مهمة رغم أنها إيه بسيطة، لكن إيه مهمة. قال شخص لصديقه المسلم إنه إيه؟ يهودي، هل هذا نوع من التكفير؟ لا، إذا قصد أن يسبه يكون هذا يعني من باب الإيه؟ السب المنهي عنه. يعني يهودي يعني أنه في معاملته كاليهود، ولا يقصد أنه يهودي يعني على ملة اليهود، فيكون هذا سب وليس كفر. أما إذا أراد أن يكفره يهودي وهو ليس كافر، خلاص يقول له نصراني بدل ما يقول له يهودي. لماذا يعني يذهب به إلى اليهودية مباشرة؟ يعني إذا أراد تكفيره أو وصفه بأنه يعتقد اليهودية يبقى هذا تكفير. التكفير بأجل الكفر. نعم.
والتكفير يؤدي الى الكفر المكفر؟ اما هو ده ما كفره يبقى معناها ايه؟ من كفر مسلما فقد باء بها احدهما، يا اما يكون هو فعلا كافر يستحق هذا الوصف والا ترجع الى قائلها. مفهوم؟ هل يوجد شرح على شرح السرقسطي للمقدمة السنوسية؟ شرح على الشرح؟ ما الذي فعلناه إذن؟ وهذا تبسيط للشرح. نعم يوجد، وهو تحصيل حاصل بين أيديكم. واحد يسأل: لا أفهم قصة سيدنا علي، لماذا لا يسمى إعادة الزمان؟ لأنه أعيد في وقت آخر. يعني مثلا الآن أنا لم أصلي العصر وأذن المغرب الساعة الخامسة، ورجعت الشمس بعد الساعة الخامسة، يبقى عندما رجعت الشمس كانت الساعة الخامسة والربع أو الخامسة والنصف، لم ترجع الساعة نفسها، فهذا لا يسمى إعادة الزمان لأنها أعيدت في وقت آخر، يعني في وقت ثاني، فلا يسمى هذا إعادة الزمان، إنما يسمى رد الشمس. وذلك في الحديث أن الله رد الشمس لعلي ولم يقل أعاد الزمان. واضح؟ هل يجوز أن نقول إن الله له يد لكن ليست كأيدي المخلوقات؟ لو أردنا له يد يعني كما وصف أو كما قال في كتابه، يعني اللفظ هذا صحيح، وهذا قول من أقوال السلف، يعني في اللفظ له يد كما قال يد الله، ولكن ليست كأيدي المخلوقين، يعني في أنها حاسة أو جارحة أو لها أصابع، إذا كده هذا نوع من التفويض. وهل هذا هو شأن كتاب الإبانة؟ أنا قرأت الإبانة ظاهر. هذا هو الكلام المنسوب للإمام الأشعري، أنه له يد لا كالأيادي، يعني من حيث اللفظ، لكن من حيث المعنى هيبقى فيه تناقض. يعني أنا إذا قلت له يد ثم أقول لا كالأيادي تناقض، لأنها لو كانت يد فتكون زي الجوهر يشترك مع جميع الجواهر في كونه جوهر، وزي الجسم، هل ينفع أقول جسم لا كالأجسام؟ لو كان لا كالأجسام فلا يكون جسما. فإذا كل الأيدي في كونها يد متساوية، وكل الأجرام في كونها أجرام متساوية، إذا فلا ينفع أن تقول له يد لا كالأيادي، إذا فالجهة منفكة، يد يعني في اللفظ في النطق، لا كالأيادي أي في المعنى، فيكون هذا صحيح عن السلف، ولكن يفرح به السلفية لأنهم يظنون أنه إيه في المعنى، ونحن نقصد في اللفظ، وهم لو فهموا مذهب السلف إثباتها في اللفظ، أمروها كما جاءت، يعني انطقوها زي ما يد الله ينزل ربنا كما ذكرت، لكن دون أن تقول بالمعنى الذي يلزم منه التجسيم. لكن زيادة هذا مولانا هذا صحيح يعني ينسب للإمام الأشعري، موجود في أحد، أقول لك في بعضهم جعل المذاهب ثلاثة، أقول لك التفويض والتأويل مش كده، وفي حاجة أخرى اسمها الإثبات، يعني الإثبات والتفويض والتأويل. الإثبات يعني في اللفظ لا في المعنى، فيرجع إلى التفويض، يرجع هو. لكن إذا أرادوا أن نقول به نقول، بس بشرط أنه في اللفظ لا في المعنى. يعني أقول يد ولكن لا أعتقد المدلول الذي تدل عليه في اللغة، يعني لا أعتقد ظاهر النص، ولكن أقول إن الله أراد به معنى، إما أن أفوض وإما أن أؤول، إذا فرجع الإثبات إلى التفويض في اللفظ. نعم. ليس للعاجم أن يترجم هذه الكلمة. ليس للعاجم أن يترجم هذه الكلمة. ما مش هينفع ترجمها، لو ترجمها
حياتي التشبيه اصل الترجمه تتعلق باللفظ ولا تتعلق، فاذا ترجم حيوقع الناس في التشبيه، فيجعل الاعاجم يقرؤونها دون ان يترجمها، يقراها يدك، يقول يد الله، ما يقول مثلا يد ايش باللغه الثانيه اسمها ايه؟ تنن. ها؟ ما يقول له شو تنن، لا يقول له يد بالعربيه عشان ما يفهمهاش. لانه لو قال لو فهمها يبقى حيفهم المعنى الايه؟ الظاهر. هل يعرف ايه معنى التفويض؟ ترجمها له يد زي ما هي. الا اذا علمته وفاهم خلاص ده قضيه اخرى، انما اذا لم يعلم هياخدها على المصطلح، هيروح للغه والقاموس وكذا يشوف يد يروح ايه فيكون مجسما. لذلك معظم اللي بيدخلوا في الاسلام من اوروبا وكذا بياخذوا الترجمه سلفيه على طول مجسم، لان التفويض لا يترجم. ان الله خلق العالم هو يمكن ان يكون احسن، يعني ممكن يوجد احسن واحسن واحسن واحسن. كيف وافق البلاغ مع ذكر فلم الانسان احسن من جهه العلم، اما من جهه الامكان في القدره يمكن، يعني مثلا يمكن ان يخلق الله احسن من هذا العالم يمكن. مرة سئل واحد في بلاد المغرب أو الأندلس الونشريسي أو مين في العلماء بيقول إيه عبد السلام الونشريسي أو مين اسمه، المهم بيقولوا له هل يمكن أن يخلق الله تعالى أفضل من سيدنا محمد؟ قال نعم، ولكنه علم أنه أفضل، ومن جهة الإمكان يمكن، ولكنه ايه لا يفهم. ليه؟ لانه علم. هو من جهه العلم زي هذا، هو نفس سؤال الامام الغزالي عندما قال ليس في الامكان ابدع مما كان، فنسبوه انه يقول بالعجز في القدره، ان القدره لا تستطيع ان تفعل احسن او ابدع، لا انها تفعل وابدع وابدع الى ما لا نهايه، ولكن الله علم أن هذا هو أحسن مثال أو أحسن تقويم أو أحسن خلق، بدليل في سورة ياسين جاء هذا السؤال، أوليس الذي خلق السماوات والأرض كمل، لماذا لم يقل على أحسن منهم؟ قال بقادر على يخلق مثلهم، لأنه يقول لك هذا هو الإيه أحسن شيء، فلو خلق حيخلق مثلها. ليه؟ لأنه لو كان هناك أحسن ولم يفعله لكان بخلا، وهو منزه عن البخل. لو كان وادخر، يعني إذا كان عنده أكثر من هذا ولم يفعل، هذا معنى إيه؟ بخل، وهو أجود للأجودين. ولكن القدرة لا تتناهى الممكنات فيها، ولكن هذا من جهة العلم، علم أن أحسن مثال هو هذا فخلق العالم عليه وأبدعه. واضح بدليل قوله فتبارك الله أحسن الخالقين، كلمة أحسن الخالقين تدل على أنه هذا أحسن نظام علمه الله، لكن في القدرة في أحسن منه ويمكن. طب لماذا؟ قال لك أصل هذا لا يناسب ما أراده الله تعالى. يعني مثلا لو واحد مثلا قال لك يا أخي طب ما كان ممكن أن الله تعالى يخلقني بأربعة أرجل فأستطيع أن أمشي أكثر أو أتحمل، لكن هذا لا يناسب ما أراده الله تعالى من العبادات التي، مثلا لو خلقنا الله بأربعة أرجل كيف نسجد؟ لما فرض علينا الصلاة، فهذا لا يناسب العبادة المنوطة بك، ولذلك لم يفرض الله تعالى الصلاة على البهائم، لأنه لو أمرها بالسجود كيف يفعل؟ أربع في يدين وفي أربع، لو كانوا إيه مش هيصلح.
كيف يقوم للقراءة مثلا الحمار أو الجن كيف يقوم؟ هيبقى رجلين كده. فيبقى هذا أحسن في إيه؟ في الوظيفة التي إيه؟ له. يعني مثلا أنت تريد الزواج، تزوجت بامرأة وأنت تحبها وهي تحبها واخترتها، وإذا سئلت تقول هذه أحسن امرأة في العالم. يعني هل هي أحسن من أمهات المؤمنين؟ لا. هل هي أحسن من زوجة الأمير أو الملك؟ لا. أمال كيف هي أحسن؟ أحسن بالنسبة لك، لكن بالنسبة لغيرك أسوأ. يعني أحسن لك وليس لي بس. اللهم صل أفضل صلاة على أشرف مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وإيمانك.